اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. بلد اليوم قطر. لماذا قطر؟ قطر التي قال عليها وعنها الشيخ القطري الذي يحمل الجنسيه المصريه يوسف القرضاوي اطعمتنا من جوع وامنتنا من خوف. انتوا عارفين الايه دي كان فيها لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فما قيل على الله سبحانه وتعالى جعله الشيخ القرضاوي لقطر، وجاء على نهجه المحرض على القتل وسفك الدماء والتكفير وجد غنيم ليقول اليوم قطر هي بلد الأول وأفديها بدمي. طب انتوا عايزين مصر ليه؟ طب سيبونا في حالنا، يعني خلوكم بعيد عننا وخلوكم مع قطر الجميلة. قطر بتتمطع يا جماعة، قطر اتمطعت فأصبحت انضمت للاتحاد الإفريقي كعضو مراقب، ولكم أن تفهموا ونفهم معا لماذا جمد الاتحاد الإفريقي عضوية مصر، ولماذا تأتي الجزر اليوم لقطر، ومن قدم الجزر لمن؟ هل قطر هي التي قدمت الجزر للاتحاد الإفريقي؟ كنت زعلان وأنا بسمع الأستاذ مرتضى منصور وهو بيتكلم عن ألف عمر كناري امبارح أو أول امبارح في حواره تاني مع لميس الحديدي، وبيقول لأصل كناري وده بطنه كبيرة. بس لما قريت خبر تعيين قطر من قطرة مراقب في إفريقيا، قطر اللي في آسيا في الخليج مراقب في إفريقيا، مراقب في الاتحاد الإفريقي، تفهموا اللعب والفلوس قد إيه. أصبحت أتشكك فإن هناك قرارات ستتخذ من الاتحاد الإفريقي في الأيام المقبلة لصالح مصر أو برفع تجمدها. علينا أن نقرأ ما بين السطور وتشوفوا قطر بتواجه الضغط الخليجي فجايلنا إفريقيا. ايه قوة قطر اللي يخلي الاتحاد الافريقي يختار هذه الدولة اللي شعبها على دماغنا من فوق، ولكن بلد قد كده يتعدوا بالالاف، مراقب على الاتحاد الافريقي، دولة مراقب في الاتحاد الافريقي، شيء في قمة المهزلة فيما يتغذى للمصريون الهاربون المكتنزون بالمال في قطر وخفة دم قطر ودمهم اللي بقى قطري إيه؟ اذا كان يعني اللي بيسجدوا لها وبيركعوا لها هي الفلوس بتعمل كده. ما هو ما حدش يقول لي ان قطر زعيمة التحرر العالمي، يعني مش هي رمز التحرر في الارض، مش رمز اي حاجة، رمز بترول وقواعد امريكية مفيش حاجة تاني، وناس طيبين كانوا عايشين على ساحل عمان مفيش حاجة، كان مهنتهم الصيد اللؤلؤ وبعضهم كان بيقطع الطرق، ده اللي كان بيتعمل، مفيش حاجة تانية خالص. فتصبح قطر مراقب في الاتحاد الافريقي يا زمن. طيب هرجع لكم تاني لابو مريم امام الفيديو اللي شفناه وفهمنا الامن ليه كان محاصر وكان عايز يقبض على مين، وكان الاتهامات بتطالب من كل مكان بيحاصر السلميين داخل مسجد الفتح. كيف كان ابو مريم وتحول الى ارهابي؟ ربما نجد الاجابه في مقال اليوم الذي اخترناه احمد عبد الرحمن اين الخلل للدكتور ناجح ابراهيم. الدكتور ناجح ابراهيم بيتكلم عن قصه شاب اسمه احمد عبد الرحمن بيقول انها تستحق الدراسه المتانيه من علماء الدين والاجتماع، فهو وسيد عطا يمثلان نموذجا حقيقيا لما يسمى جيل العنف المسلح الفردي والعشوائي، وهو الجيل الثالث للعنف المسلح في مصر. احمد عبد الرحمن لمن لا يعرف هو الذي حير الامن في الشرقيه فتره طويله، فقد قتل بيده 14 ضابطا وامين شرطه واصاب 6 ضباط وجنود من الجيش، وكان يهوى قتل هؤلاء برصاصات في الراس، وهو لا يعرف شيئا عن الذين قتلهم او اصابهم ولم يجالسهم من قبل او يناقشهم في شيء، ولا يعرف عن دينهم او اخلاقهم شيئا، وكان يكفيه فقط ان يرتدي احدهم الزي الميري للشرطه او الجيش ليكون مبررا لديه بقتله مباشرة. حكاية أحمد عبد الرحمن تبدأ ولن تنتهي. دعونا نكمل الرواية مع كاتب المقال الدكتور ناجح إبراهيم. مساء الخير دكتور ناجح. أهلا وسهلا يا أستاذ خيري، يا مرحبا. يا أهلا بيك. الله يسعدك يا رب. إلى أي طريق ذهبت بأحمد عبد الرحمن فيما كتبت؟ السؤال تاني لو سمحت. إلى أي طريق ذهبت خلف أحمد عبد الرحمن فيما كتبت؟ وأنا شدتني قصة هذا الشاب، ووجدت أن هذه القصة تستحق الدراسة كنموذج لما يسمى العنف الفردي المسلح والعشوائي. وأنا كنت كتبت دراسة قبل ذلك، دراسة علمية عن
الجيل الثالث من العنف المسلح وهو العنف الفردي العشوائي. ويعني وجدت أن هذه القصة خير قصة تمثل هذا النموذج. أحمد عبد الرحمن هو شاب تخرج من كلية أصول الدين، مفروض أنه هو أزهري يبلغ من العمر 30 عاما. بعد تخرجه بدل ما يعمل داعي أزهري يبذر الأمان والحب والود بين الناس، أصبح زارع للخوف والفزع واليتم والترمل في بيوت هو لا يعرف حتى أصحابها، وليست بينه وبينهم خصومة ولا أي شيء. هو أحمد عبد الرحمن ده اللي دوخ الأمن فترة طويلة في الشرقية، قتل بيده 14 ضابطا وأمين شرطة، وكان يهوى قتلهم بالرصاص في الرأس، رصاصة أو رصاصتين، وهو قناص ماهر جدا، وأصاب 6 جنود وضباط من جنود الجيش، وكلهم قتلهم في هذه المنطقة، منطقة الشرقية. نعم. وهو لم يعرف أحد من هؤلاء الذين قتلهم، ولم يعني أحد يتصرف ولا ناقشهم ولا عرفهم كفار ولا مسلمين ولا. هو كان بيكفرهم جميعا ويرى حل قتلهم مجرد ارتدائهم للزي الميري، يعني أي واحد بيرتدي الزي الميري أو ينتسب للشرطة أو للجيش بيعتبر عنده كافر، وبالتالي كان بيبقى حلال الدم والمال، وكان بيقتل على طول برصاص. عندما تتبعت التحول فيه يا دكتور ناجح وعرفت كيف تحول، حطيت حضرتك على مؤشرات وظواهر اجتماعية قادته إلى ذلك، وهذا ليس تعاطفا ولكن للفهم. هو في 3 تغيرات رئيسية في حياة أحمد. نعم. التغير الأول طبعا أنه هو بعد ما تخرج من كلية أصول الدين الأزهرية اللي بتخرج الدعاء أصلا والمبلغين رسالة السماء، ما لم يجد عملا، وظل طبعا حوالي 8 سنوات بيعمل في حمل الأنابيب، يعني تصور واحد خريج أزهر لا يعمل في مهنة الأصلية كداعي أو حتى مدرس في الأزهر ولا يجد عملا يعني حتى متناسب مع العلم الذي درسه طوال حوالي يمكن 12 سنة دراسة أو أكثر، فبيشيل الأنابيب عشان يوصلها للشقق في العمارات نظير أجر معين. المتغير الثاني فيه ان هو ذهب الى المعسكرات بتاعة سيناء بعد ما تشرب فكر التكفير اللي انتشر بعد ثورة 25 يناير. راح المعسكر بتاع سيناء، قعد في معسكر سيناء عاما كاملا، قعد في معسكر سيناء، ومعسكرات سيناء دي كانت كأنه معسكر خارج الدولة، يعني في التدريب في التسليح في علوم التكفير في كيف يكفر الحكام والشرطة والجيش والأجهزة الأمنية ويكفر كل شيء، حتى اللي يرى بالديمقراطية كان يكفره، يعتبر كأن الديمقراطية دين آخر مش آلية أو وسيلة. ده المتغير الثاني في حياة أحمد. المتغير الثالث أنه بعد ما تشرب هذه الأفكار بتاع التكفير راح ذهب إلى سوريا ومكث فيها حوالي 1.5 سنة. نعم. وبرضه هناك خد علوم متقدمة في التكفير والتفجير. أنا أعرف واحد ذهب إلى سوريا كداعية هناك وأحب أنه يدي بعض المجموعات التكفيرية هناك دروس، فسألوه أول سؤال أنت بتكفر، وكان الدكتور مرسي في الحكم، قالوا أنت بتكفر الدكتور مرسي؟ قال لهم لا، قالوا له ما تديناش ولا درس، يعني حتى أنهم كانوا يكفرون الدكتور مرسي نفسه. نعم. مجموعات تكفيرية شرسة جدا كانت في سوريا، وكانت تكفر طوائف كثيرة جدا من المسلمين، ليس في مصر على فكرة وحدها، الناس تظن لا، بيكفر كل جيوش المنطقة العربية وكل شرطتها وكل من لا يحكم بالشريعة طبقا، وحتى الذي يرى تداول السلطة أو الاستخدام الديمقراطية في الوصول للسلطة. توقفت أمام أساتذته في التكفير، أساتذة أحمد. أساتذة أحمد كانوا 2، كان خال زوجته وده كان تكفير برضه، وده خال زوجته هو اللي هو كان اللي قتل عملية قتل الجنود في كمين بني سويف، المجندين اللي هم في كمين بني سويف. تمام. انت عارف الكمين كمان دي بقت مصيدة للجنود لانهم محشورين في عربية، وممكن مثلا خدمتهم تمتد فينعسوا في العربية بسيط سهل اي واحد، حتى فرد واحد بندقية كان بيحصد. دي كانت السياسة خطأ واظنها تغيرت بعد ما تكررت قتلهم 100 مرة، ودخل على 5 دول كانوا في العربية قتلهم بكل سهولة، اللي هو خال زوجته.
يعني هو يعني زي ما بيقولوا عنف عائلي. وقائد الموتوسيكل وبعد كده قائده بقى اللي هو كان معاه ده واخد دبلوم تجارة، يعني ده القائد بتاعه الأستاذ بتاعه اللي كان بياخد اللي علمه التكفير والاغتيال معاه دبلوم تجارة. معاه دبلوم تجارة وكان ياخده بالموتوسيكل ويلفه كده في الأول لفة وبعد كده يحددوا بقى الهدف وهو يخش بقى. أحمد ده كان قناص ويجي بجوار الهدف يهدي ويروح ضاربه أحمد في رأسه وما إلى ذلك. انتهيت إلى جيل العنف الفردي العشوائي، راح قتل عشوائي بدون ما يعرف ده يعني ايه، وده تعميم التكفير ده وتعميم العقاب وده لا حضرتك دكتور نجح انت وصلت في الاخر ان هذا هو الحصاد المر للانسداد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. في انسداد، حاله انسداد سياسي. يعني ده راجل اجتماعيا حصل انسداد سياسي، انسداد اقتصادي امام ملايين الشباب، انسداد سياسي، انسداد في كل شيء، وتحويل للمعركة على السلطة بين الإسلاميين والدولة إلى صراع على الدين والإسلام وحق وباطل وكفر وإيمان، وهذا خطر على الجميع وخطر على الأمن. على الدولة. أنا كنت عايز أقول أن مهمة الإسلامي هو صنع الحياة الصالحة وليس زرع الموت والمساعدة على دخول الجنة، مش التعجيل برغبتي في إدخالك النار. بالضبط كده، أنك أنت بتخليه يعمل صالحا وتمتد حياته وتحييه. فلسفة الإحياء هي فلسفة الإسلام، حتى لو كان على ضلال اليوم سيدي، كأنما أحيا الناس جميعا. وأنت أدرى مني، لو كان على ضلال اليوم فالآمل بأنه يصبح على هدى ويكون من أهل الجنة. وبعد كده يعني لا يظن أحد أنه وصي على الناس مهما كان شأن، ولا يظن أحد أنه وصي على الدين مهما كان شأن. فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في جمعه لرياسة الدنيا والدين لست عليهم بمسيطر، وقيل له ليس لك من الأمر شيء، وقيل له من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مهمة ولن تهدي من أحببت. نعم، بشكرك جدا دكتور نجح إبراهيم على هذا المقال القيم اللي بيعكس فكرة حقيقية. بس مش عايزين في وإحنا وصلين للنقطة الأخيرة اللي هي أسوأ مشهد شايفينه، عايزين نرجع لأول المشهد. خريج جامعي بيشتغل بيشيل أنابيب، حجم المرارة اللي بيتكون ده مش مبرر انه يتحول لإرهابي ولا قاتل، ولكن عنده مشكلة في التعليم داخل الأزهر الشريف، حجم الإحباط الذي خرج به في هذا المجتمع، ثم الأيادة التي تلقفته في غياب أياد أخرى كان يجب أن تهديه وتذهب به إلى الطريق السليم. في أشياء كثيرة يمكن أن نلحق بها الكثير من الشباب المغيب اللي بيستقي علمه من واحد معاه دبلوم تجارة، احترام الدبلوم تجارة، بس ده مش تخصص علم ديني ولا فقه ولا شريعة ولا حديث ولا حاجة خالص، فيصبح هذا هو المرجع لهذا القاتل الإرهابي. طيب، شخصية النهاردة، بعد ما عدت أنا وزمايلي النهاردة فريق الإعداد بنختار الشخصية، بندور على كل اللي حوالينا مين اللي يستحق إن احنا نقف قدامه النهاردة باحترام وإجلال. اتفقنا جميعا على تامر تيمور. تامر تيمور ده شاب عنده 40 سنة، نزلته كل يوم فيها وفاته، طولت العمر ليه. تامر بينزل وهو بيسلم ونعرف تفاصيل اكتر وبيبوس، بس ده بيلعب بالموت، ده حياته لعبة الموت، ومش بيلعب حوالين الموت، ده بيمسك الموت بايده وبيحضنه وهو عارف في لحظة انه ممكن يخلص عليه، بس هو مش قلقان. انتوا عارفين ليه؟ علشان هو عارف انه ما عملش كده هتبقى انت او انا، فهو على استعداد يموت علشاني وعلشانك، لان اللي بيعرض حياته للخطر ده بيتشتم كل يوم وبيتهاجم كل يوم، قد يكون لي زميل مخطئ، وقد لي يكون لي زمير بلا قلب، وقد يكون لي واحد معاه في الشغل يستحق العقاب، لكن هل تامر يستحق الهجوم أم يستحق التحية؟ احنا النهاردة بنوجه له التحية. مساء الخير يا سيادة الرائد. مساء النور يا فندم. ممكن تكلمنا عن نفسك وتقول للسادة المشاهدين، انا لسه لغاية دلوقتي ما قلتلهمش حضرتك بتشتغل ايه، فممكن تقول لهم انت بتعمل ايه كل يوم؟ انا كل يوم بروح شغل، انا مفتش، انا رائد تامر تيمور، مفتش مفرعات في الجيزة. يومي بيبقى مليء، يعني بعد الاحداث اللي حصلت بيبقى يومي مليء بالبلاغات والتفتيشات عشان اقدر افتش
جميع المنشآت الشرطيه او جميع التمركزات الشرطيه في الخدمات الخارجيه، طبعا كتوجيهات السيد مدير الامن، السيد المساعد وزير مدير الامن، وتوجيهات السيد ان احنا نامن القوات بتاعتنا في الشوارع الخارجيه عشان نقدر نادي الرساله بتاعتنا. نعم. فاحنا كل يوم اليوم عندنا شق جدا عشان احنا بنتوجه لكذا، يعني لتشكيلات الامن المركزي والمنشات السفارات من تم يتم التفتيش والتعقيم، والجامعه عندنا جامعه القاهره وجامعه اكتوبر، وكل المنشات اللي عندنا الحيويه كلها تقريبا في الجيزه. ممكن تقول لي يعني هي رغم انها صغيره بس هي كل المنشات عندنا تقريبا كتيره يعني. سياده الرائد تامر، ممكن تقول لي وانت نازل من بيتك، انت متجوز مش كده؟ لا مش متجوز. ايه ده بقى؟ طب ليه كده؟ طب يعني ربنا هو يعني ما وفقنيش في الجواز الاولاني. ربنا يوفقك. طيب مين عايش معاك في البيت؟ انا والدي ووالدتي واخويا الصغير واخويا الكبير. اخويا وانت نازل كل يوم بتعمل ايه؟ كل يوم؟ اه بودعهم وانزل بقى، مش عارف ارجع ولا مش هرجع يعني. هم عارفين كده انك بتودعهم وانت بيبقى جواك الاحساس ده انك ممكن ما ترجعش تاني؟ الاحساس ده موجود على طول، بس هي دي رسالتي يعني. والدتك ما بتخافش عليك؟ بتقعد تدعي لك بتقول لك ما بلاش يمني، ما تستقيل، بلاش الشغلانه دي؟ لا عمرها ما قالت كده، هي بتبقى خايفه عليا يعني، هي بتخاف عليا، بتتصل يعني على طول لما بيحصل حاجه بلاقيها اتصلت بيا، هي ووالدي واخواتي اتصلوا بيا يطمنوا عليا، بس يعني الحمد لله ربنا سترها معانا. يا رب يسترها معاك ويديك الصحة والعافية والعمر إن شاء الله. آخر قنبلة فككتها كانت إمتى؟ آخر قنبلة النهاردة الصبح. النهاردة بتاع اللي كانت فين؟ اللي كانت في مصطفى محمود. إحنا شايفين المنظر أهو، أنت قاعد على الأرض. الناس كانت بتتريق على الأرض ديت. أنا كان عندنا إحنا جايبين يعني السيد وزير الداخلية ومدير الأمن يعني أمدنا على طول بأجهزة عشان تقطع الاتصالات وأقدر أتعامل مع العبوة بالانا حضرتك اللي كنت. طب انت اتعاملت بالجرأة دي ازاي؟ انت مش لابس اي حاجه واقيه صدري واقي ولا حاجه؟ ما انا قطعت الاتصالات هو عن طريق الموبايل، فانا قطع الاتصال فانا بتعامل معاها يعني، انا بتعامل دلوقتي انا عرفت خلاص ان هي في الموبايل، فبقيت اتعامل معاها بعد ما قدرت ان انا قطعت الاتصالات عنها، بحيث ان لو حصل حاجه مش هتنفجر. مش هتنفجر يعني عملت بقى يعني. لكن كان وارد وانت رايح لها في الطريق. انا بحب ان انا اشوف القنبله واتعامل مع القنبله كانها متهم عندي مني يعني، ما بعتبرهاش قنبله يعني، انا متهم عليه قضيه قتل مثلا، يبقى ممكن يقتلني لظابط المباحث، ممكن يقتلني، انا بعتبرها يسيبني انا اصيبه، وهي السرعه اللي انا ابطل فيه القنبله ديت، ما حدش هيتخيل ان انا هروح وفي نفس الوقت اكون ابطلت القنبله في نفس اللحظه. يعني يعني انا المفروض عشان البس بدله ده هتاخد وقت كبير جدا، انا بيهمني ان انا امن القوات وامن المواطنين وفي نفس الوقت السرعه عشان ما اوقفش حال البلد وما اوقفش المرور اكتر من اللازم، فبحاول ان انا اعمل السرعه مع الاتقان. وطبعا يعني انا من 3/10 دي اول قنبله كنت برضه حضرتك استضفتني فيها في سفنكس، ودي النهارده يعني دي اخر يعني من لسه يعني النهارده اخر واحده يعني النهارده، فانا يعني انا فكيت قنابل كتير. طب بس قنبله النهارده دي زي القنبله بتاعه جامعه الكوره مثلا، فدي كانت قنبله شديده يعني بدايه الصنع، بس حاجه اسمها بدايه الصنع بس تبقى شديده الانفجار، دي الاسد دي يعني مداها عالي جدا، دي القنبله الاسمنتيه يعني القنبله بدايه الصنع دي اخطر بكتير من اي قنبله ثانيه، ما حدش يفتكر ان بدايه الصنع دي ان هي مش هتعور حد ولا تموت حد. دي القنبله الاسمنتيه اللي فيها مسامير كبيره، دي فيها المسامير. هي المسامير بس مش اسمنتيه، هي المسامير ديت بيعملوها بالشمع وكده يعني، بيعملوها بشمع او بسم. لا انا اقصد ان دي شبه اللي موتت سياده العميد طارق. دي تعتبر زي الطلقه، يعني زي بتبقى طلقه خرق يعني، ممكن تخرق اي معدن او اي حيط. طب انت ضامن منين وانت رايح لها سياده الرائد ان اللي معاه موبايل مش قاعد في اي شقه من الشقق دي ورصدك وبيخليك تقرب منها فيروح مشغل الموبايل؟ ما احنا ابطلنا، احنا النهارده انا ابطل ما دخلتش عليها غير لما امنت على نفسي الاول قبل ما اخش. ازاي يعني؟ ابطلت الشبكه، ابطلت الشبكات التليفونيه في المنطقه. في عندنا اجهزه تشويش على طيب بتقطع الحاجات ديت، فانا اتعاملت معاها. ثم اصلا حتى يعني حتى لو انا لابس البدله ديت مداها 5 كيلو يعني، انا البدله دي
كده كده هي هتقيم يعني ليه، انا هبقى بص كلها في البدله نعم. بس هتعقني يعني. انا بالنسبه لي يعني هي المفروض ان انا البس بدله، هي نعم. البدله دي اخرها 5 كيلو متفجرات، ده اكتر كده كده انا هتصاب، حتى لو هي اقل من 5 كيلو انا هتصاب يعني، كده كده هيحصل لي بس ربنا يحفظك انت و... ربنا يعني يحفظك انت واخواتك. يعني الحمد لله ان احنا انا والتيم ورك اللي معايا، وفي الامين هاني خضري عمل ما رضاش يسيبني في البلاغ وفضل معايا لغايه ما بطلنا العضوه برضك، ما رضاش يبعد عن البلاغ. فاحنا كنا لما حتى المشهد اللي هم جايبينه ده احنا كنا ابطلنا العضوه، بس كنا بنشوف ايه المكونات بتاعت العضوه يعني، عشان الناس بس ما تفهمش ان انا قاعد وكده، لا كنا ابطلنا يعني ابطلنا العضوه السلوك اللي هي موصله للتليفون، وكنا بشوف مكونات العضوه ايه عشان اعرف طيب اتعامل معاها. في بما حاجه تانية انك شخصيه اليوم وبتشتغل مع المتفجرات والحاجات القنابل القاتله دي اللي بتهدد حياه الناس، تقول للناس ايه؟ يعني تطالبهم بايه؟ وتوصيهم بايه؟ وتنصحهم بايه؟ يعني اوصيهم بالحذر، ويحاولوا الشباب يعني اللي بيتقب من سواء من اي جهه، انا مش من جهه محايده يعني، في جهه محايده، ان هو يشوف ضميره ويشوف شغله، ومش كل حاجه يقول لك الشرطه مقصره. الشرطه كل يوم اروح من الناس بتروح منها، وضباط وافراد ومجندين، علشان عشان المصريين او عشان مصر. فاحنا احنا يعني كل حد يشوف ان في حد من اصحابه ليه اتجاهات او بيعرف يعمل حاجات زي دي، او بيتكلم في حاجات دي، او ليه اختلاط بالخارج او بناس بالخارج بتموله، او يختارنا على طول. وغير كده يا ريت يركبوا كاميرات المنشآت والمحلات، علشان نقدر لو لا قدر الله حد زرع او حد حاجه، يبقى متابعين بالكاميرات ديت، ونرضوا من الكاميرات ديت معانا يعني، مع الداخليه او مع كل منطقه نروح عاملين الكاميرات ديت تبقى موجوده في كل مكان، بحيث نقدر نتابع البنية نفسهم. حتى الاتحاد الملاك بتاع العمارات يعملوا كل واحد يركب له كاميرا او اثنين يشوف الشارع بتاعه يعني، حتى العربيات بتاعته والكلام ده، وكل واحد المواسير الجديده اللي هي القنابل اللي هي بيرموها على قوات زي النار، او على يعني بيرموها على القوات اثناء التظاهر، اللي هي المواسير ديت خطر جدا برضك، وبتؤدي مش للضباط بس او الافراد بس، لا وللمواطنين نفسهم كمان يعني، المواطنين خطر على المواطنين كمان. سيادة الرائد تامر تيمور، نحن فخورين بيك، بنشكرك، واحنا قلوبنا معاكو وبنحبكو ومقدرين كل اللي بتعملوه علشاننا، وان شاء الله تظل العلاقة بيننا طيبة، ولا يسيء فرد فيكم الى صورة هذا الجهاز الذي يقوم بدور عظيم. بشكرك جدا. طيب، امبارح كان في احتفالية، كنت غيران جدا لما روحت بالليل وبشوف المواقع، والتقيت الدنيا بتحتفظ بالخال الشاعر العظيم المصري الصعيدي، التاريخ، الأغنية، المحنة، الوجع، الحلم، عبد الرحمن الأبنودي. كان نفسي أكون موجود، خاصة أنه كان في بيتي في مؤسسة الأهرام بتحتفل بعيد ميلاده 76، ووجدت وجوه مضيئة ورموز مختلفة بأعمار مختلفة بتحتفي بالخال عبد الرحمن الأبنودي. كل سنة وأنت طيب يا خال. كل سنة وانت طيب استاذ خيري، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هو بدور عليك يعني. انا كلمتك كذا مرة وما كنتش اعرف انك موجود في احتفالية، ونزلت اول مرة تنزل. اول ايه؟ لا واحدة يعني، اللي هو امبارح. اول ما انا كنت، انا لسه راجع امبارح من السفر. اول نزول من 7 سنين، ما تلاقيك انت يعني عملتها بحيث ان ما تبقاش موجود. انا والله لو اعرف ما كنت اتحركت من القاهرة، يفوتني لحظة. الله علينا وعليك. بعد 7 سنين من غيابك عن القاهرة، حسيت بإيه لما دخلت؟ نعم. حسيت بإيه لما رجعت هنا؟ نعم. أنا لما دخلت بيتنا حسيت إن أنا في مركب على بحر وعمالة تتمرجح بيا. المكان بيتي اللي ما دخلتهوش من فترة طويلة جدا في الزمن، حسيت كأني يعني بالك لما تكون لابس بدلة واسعة. أيوه. وممكن تلف جواها مثلا. فطول الوقت عندي إحساس بالدوار ده. يعني لكن بالنسبه لاخوانك اللي كرمونا واكرمونا بطريقه، فانت اهل للكرم والتكريم. الله يكرمك. لا والله في الزمن ده وهؤلاء يعني مستيقظون للحب الى هذه الدرجه،
ومن كبارهم لصغيرهم يعني من عمنا الكبير قوي خالص الاستاذ محمد حسنين هيكل. انا خايف اقول لك ما كانش حد مش موجود. نعم. الا المسافرين زي حضرتك. انا شفت وجوه مشرقه وناس سعيده حاجه والله، يعني فيض من الحنان زي ما يكون الناس بتحن لبعضها هذا الحنين. انا قلت الناس دي مش جاياني انا، هم جايين عشان يشوفوا بعض ويحبوا بعض، يعني كانت ليله للحب والله. علشان انت موجود وانت في وجداننا دايما، انت رمز للحب ورمز للعزه. جريده الاهرام بصراحه يعني عملت عمله، يعني كانت دعوه كريمه من الاستاذ احمد سيد النجار رئيس مجلس الاداره. يعني مش بس الدعوه، ده انا رحنا على البيبان لقينا الاستاذ هيكل وانا طبعا صورنا مترشقه على الحيطان بعرض المبنى وانت داخل والسلالم. الله. طبعا انا يعني خطوتي يعني تعبت على ما اوصل لقاعه عمنا نجيب محفوظ، بصراحه كان ينقصها نجيب محفوظ. نعم. هذه الليله ايضا كيف كان هواء القاهرة يا أستاذ؟ عم نجيب أنا قلت أروح بدري قبل الناس ما يشوفوني وأنا بنهج وبلق. نعم. رحت لقيت برضه في ناس وقعدوني تحت، يعني ما طلتش المسرح وهجموا عليا من كل يعني جنب. وأصلا كنا بنحتفل كمان غير عيد ميلادي بإصدار ديواني المربعات الذي كنت انشره يوميا في جريده التحرير عند خيك ابراهيم عيسى، ابراهيم افندي عيسى في التحرير. نعم. وجاب امبارح ابراهيم ايضا وجمعه يعني ناس التحرير، وانا من يعني قاعد جنب الاستاذ محمد حسنين هيكل وكان راجع من عند لميس الحديد. نعم. كانوا بيسجلوا الحلقه اللي اتذاعت النهارده، جاي مخلصها يعني مصفصفاه. يعني قال لي انا جاي من عند لميس ويعني اعتبرني قاعد ومش قاعد، يعني خلصت. قلت له خلاص انت اولا بتعملوا اليومين دول بالذات هذا الجزء بالذات من حواراتكم بالغ الروعه والعظمه، يعني نعم صحيح فيه هدوء وفيه رؤى وفيه الى اخره. وبما انك حرمتني خصصت او اختصيت زميلتي العزيزه وده يسعدني منى الشاذلي بحوار، فانا هطمع فقط في رؤيه وانت تحتفل بعيد ميلادك ال 76 وتعود للقاهره بعد سنوات، كيف ترى القاهره؟ كيف ترى الحال الان؟ لا يعني عرفت ان ربنا اكرمني بهذا المرض لكي اظل بعيدا عن هذه المدينه اللي اشبه ب معمل تفريخ بتاع الفروج. انت ما شفتش معامل التفريخ والبيض بيض؟ لا شفتها طبعا. دخلين لف كده، يعني انا حسيت انه في يعني عاصفه من الدخان، يعني وطول الوقت يعني صدري بيضيق يضيق على قد ما هو ضيق. يعني احزنني جدا هم قالوا لي في فرنسا الاطباء، استغربت الكلام منهم، قالوا لي لو قعدت في القاهره اسبوع هتموت. قلت لهم ليه؟ اكتشفت انهم كانوا بيجوا هنا يجوا يعملوا عمليات يعني جراحيه كده يعني مجانيه وكده. قالوا لي في بلد مجنونه واللي عيش فيها مجنون. انا طبعا بعد هذه السنين اللي قضيتها في الجو النقي والحر اللي بجد والشتاء اللي بجد والسماء اللي بجد والنجوم اللي بجد والشجر اللي بجد والنفس اللي بجد، يعني ارتطمت بجدار الدخان وباللوثة المرورية يعني الموجودة في شوارع القاهرة بصراحة، وصدقت ما جريت. يعني عدت إلى بيتك؟ طبعا أنا عدت، أنا بيت بيتي لأنه طبعا خالك السيسي لما سمع أن أنا موجود في القاهرة يعني بقى يعني ليس بعيدا عن مكانه فقرر ان يراني. نعم. وبالفعل في الصباح يعني التقينا وكان لقاء جميل وحافل
وانا كنت سعيد ان هل التقيته قبل كده ولا دي اول مره؟ لا لا اول مره. يعني انت بتحبه وبتكتب فيه الكتابه دي؟ بحبه وبكتب فيه حاجه دون ان تراه. مصر في حاجه شديده اليه، انا بكتب عنه موضوعيا، انا عمري ما مدحت رئيس حتى بعد ما جه، يعني ما مدحت حد الا عبد الناصر بعد ما مات ب40 سنه. نعم. هذا الرجل من اول لحظه، انا طبعا من المعروف انه يعني حمدين صديقي. نعم. صديقي يعني بجد، يعني صديقي واقرب لي كثيرا من اي يعني حد تاني. انما انا مؤمن شديدا بان هذه الفتره يعني تحتاج الراجل اللي انت شايفه في الصوره ده. طيب هذا الرجل اللي في الصوره شكل حلو كمان، والله ما كنتش فاكر. ماذا سمعت منه وماذا قلت له؟ فربنا يخليه لمصر، واحنا تحدثنا طويلا حديثا وديا مصريا حقيقيا، لا هو سياسة ولا هو أخوية، ومحبة في مصر ومشاورة على كل الأشياء اللي مصر لازمها، وكان أهم ما في هذه الأشياء هو قضية الشباب المصري الذي يضيع بين كذا وكذا وكذا وكذا، ويتسرب كنهر يفقد مجراه. ويعني دي أهم قضية، يعني طلبت منه أن يضعها في أولوياته وهو يتحدث عن الفقراء، لأن أنت من شوية قدمت لنا الراجل الإرهابي اللي كان حمال أنابيب لأنه متخرج من الجامعة وبيشيل أنابيب. نعم. هذا الوضع لابد أن يقوده إما للمخدرات وإما للناس اللي اصطادوه وحولوه إلى هذا الإرهابي، وإما إلى يعني واحد يوقف عربيات في الشوارع ويختطف السيارات ولا يختطف عيال وعاوز فدية إلى كل هذا. يعني نحن الشباب إذا صنعنا مجتمعا جيدا سوف نخلق ناس طيبين، ومطلوب للشباب أطر، ومطلوب معلمين يعني يعلموه سياسة واجتماع. سيبك من حكاية اللي بيشوفه المتناثرات اللي على الأجهزة الحديثة دي، عمرها ما هتؤدي إلى رؤية حقيقية ولا إلى ثقافة عميقة بهموم مصر وبأحوال مصر. وكان يعني حقيقة يعني قعدت معاه يعني مشوار. قعدت كم ساعة يا أستاذ عبد الرحمن؟ كان القهوة قعدت وقت قد إيه؟ قعدنا والله ما عارفش، والله أنت عارف الوقت عدى اوام. عارف يعني انا لما اقعد معاك هقول قعدت معاك قد ايه. كانت لحظه بينا مصر موجوده والله. الله. بصدق وامانه، وهو الراجل اللي انت شايفه في الصوره ده هو الراجل اللي انا قعدت معاه. يعني زي ما بنراه احنا وكوننا صوره عنه يعني، والظروف يعني خلتنا اجبرتنا ان ننظر اليه، انا اكتشفت انه عرفنا كلنا وعرفنا واحد واحد. ليه خصصت دوما امبارح ولا هو عارف؟ نعم نعم. لماذا خصصت دوما احمد دوما امبارح وطلبت بالافراج عنه؟ صل على النبي عليه الصلاه والسلام. احمد دوما شاب جميل متهور. نعم. متهور ضئيل الجسم، لكن يعني ايه حد في عيلته عنيف، ورث عنه انه ايه ساعه ما يتقال له ده الباطل يروح يضرب، ان شاء الله يموت يتعور زي ما شفنا قدام مثلا مبنى الاخوان في المقطم والى اخره يعني. نعم. واد جدع، واد مصري جدع، وهو انا اظن في اعتقادي هو طبعا مره له حديث كان قال لما قالوا له قال يعني لما حد يضرب بالمولوتوف، لما حد يضرب بالرصاص، يعني قليل لما انا اواجهه بالملوتوف ان الملوتوف ده يجي ويحرق مثلا البتاع ده المركز العلمي اللي اتحرق يعني ايام ايوه مجلس الوزراء وكده المجمع العلمي، فاعتبروا انه يعترف بانه احرق المجمع العلمي. يرضى ربنا وهو كله وقع. وبعدين هذه المره راح يدافع عن الناس دول راي الدوله فيهم انهم مشبوهين، لموه. ومش هو بس، يعني في كمان شاعر سكندري يعني من مجموعه خالد سعيد، وكان واقف مع خالد سعيد. خالد سعيد دلوقتي يعني قتلته جرمه، وهو مجد
ها وصديق الشاعر ده انا بس ما مانيش اسمه مش فاكر يعني الاسم كويس يعني هو الذي يدفع اهو اسمه عمر حازق نعم شاعر جميل او شعره من اجمل ما يكون يعني له ارهابي ولا قاتل ولا احنا بس عشان الان موجة الشباب اللي معادي لثورة 30 يونيو علينا ان نفرق بين الذين يعادون 30 يونيو بالاجر وبالقصد وبالكر وهؤلاء الذين يعني يتصلون يعني ببعضهم البعض ويعني الذين يقعون فريسة للرأي العام من حولك يعني نعم وانا بارى ان احمد اولا مريض وبعدين يعني في جماعة كانوا في المعادي حكم عليهم ايضا بسنتين وخمسين الف جنيه 50,000 جنيه هو لا يأكل هو ومراته نعم ودلوقتي احنا ممنوعين من التعليق على الاحكام ده ظلم والله يعني كده الواحد بيدور حوالين نفسه طبعا اعفوا كل الجماعة بتوع المعادي دول اعفوا يعني من ال يعني برئوا نعم ودول عم احمد ده يعني ما يصحي يعني مش هيصحي انا مش قابلها وانا بأناشد رئيس الجمهورية الراجل الطيب المحترم ها والنائب العام اللي احنا يعني سعداء به وكده ان ينظر الى هذا الامر لان بايديهم يعني انهم يفرجوا عنه اما لحالته الصحية وكده واما النائب العام ممكن يعني يملكوا انهم يعفوا عنه بدل ما احنا يعني معذبنا الراجل ده يعني وبعد كده هنعلمه يهدى شوية هنطشه بشوية مية ولا نعمل اي كل سنة وانت طيب يا خال وعقبال ما يكرمك نحتفل بيك وانت عندك 100 سنة وما نتحرمش من سماع صوتك ولا شعرك الله يرضى علينا وعليك يا خال وهكلمك بكرة بشكرك جدا وانت طيب ربنا يخليك وانت طيب اقول لكم عندي ايه بسرعة النهاردة بعد الفاصل هيكون معايا دكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي رئيس اكاديمية السادات هنستخدم الشاشة دي وهتشوفوا جرافيك وهنتكلم عن الفقر في مصر في دقائق هنقرأ حاجات كتير بعدها هيكون معايا الدكتور أسامة الأزهري المشرف على مكتب رسالة الأزهر أنا بعتذر كان النهاردة مفترض أن يكون معنا في فقرة بعض أعضاء هذا المكتب اللي بيظهروا لأول مرة ولكن لأسباب خاصة تم الاتفاق على تأجيل هذا اللقاء إن شاء الله في الأيام المقبلة هطلع فاصل بعد الفاصل أستقبل دكتور حمدي عبد العظيم يعود الحاضر بكلماته المجلجلة في نفوس الكثير من المصريين بسطاء ومثقفين إلى القاهرة يعود بجسده الذي غاب 7 سنوات عنها في واحته العلاجية بالإسماعيلية مشتاقا لزحام الأحباب حوله ليشعله معه شمعته 76 بقول للأبنود كذاب بيقول أنا عمري 76 سنة لكن ما قدمه الأبنودي ليه عقل ووجدان الأمة العربية عمره 176 سنة لأن هذا الرجل قدم للعقلية المصرية ولوجدان الأمة العربية قدم لها الكثير ما يفوق 76 سنة دول اللي هو بيقول عليهم لكن هم 176 سنة أتمنى له كمان قدهم الأبنودي عبارة عن شاعر عظيم ومشوار كفاح ورجل عاشق لمصر وتراب مصر ويشعل مع شمعة ميلاده وهج الشعر والسياسة بديوانه الجديد المربعات الذي أحيا فيه تراثا شعريا صعيديا قديم ليخلد ذكراه كما خلدت الرباعيات ذكرى صلاح جهين أروع ما في تجربة المربعات هنا إن هي مكثفة جدا مثل الطلقة الشعرية وتعيش في الوجدان
وتحفظ وتكرر. فجميل جدا انه اخر ديوان يكون بهذا الوهج وهذا التكثيف اللي هيعيش في الوجدان سنوات، ونتمنى مزيد من الابداعات في هذا الاتجاه. المربعات خط ضلوعها الخال عمود الشعر، وقدمها الملهم والملهم الأستاذ محمد حسنين هيكل عميد مؤسسة الأهرام، ليحتفي الديوان الجديد والمؤسسة العريقة بقطبي الأدب والسياسة معا. ولأول مرة في تاريخ الأبنودي يوقع ديوانه الجديد في احتفالية كبيرة. دي حاجة سعيدة للأهرام ان يعني الحدث ده يكون موجود فيها في التوقيت ده، وان عبد الرحمن الأبنودي يكون في وسطنا. احنا بنحتفل بمعنى كبير في الشعر وفي الإنسانية وفي الثورة، ولما يطلع ده من هنا هيبقى شيء جميل. اشتاق لرائحة البشر وحنينه لزحام مشاعرهم، فحضر في احتفاليته كبار رموز الفن والأدب والسياسة ورجال الدولة. أتمنى الحقيقة إن مصر كقوة ناعمة يكون فيها أسماء بوزن الأبنودي وبوزن الغيطاني وبوزن بهاء طاهر وبوزن الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسين هيكل اللي كانوا موجودين النهاردة، ووزن صاحب هذه القاعة نجيب محفوظ التي أجري فيها الاحتفال. لأنه الخال مبدع قصيدة الميدان وضحكة المساجين، تذكر في هذا الخضم الكبير الناشط السجين. يا نجمتي شفتي البلد زي بلدي عمرك، الموت في تربتها انشتل، والسجن قضبان في طريقنا بتنفتل، واللي اتقتل ما بينبكيش، شفتي البلد زي بلدي عمرك. انا بحكي هذه القصيده لاحمد دوما. احمد دوما رغم شكل الاحتفالية المهيب بأجواء ثقافية مميزة، إلا أنها تحولت إلى جلسة ود بعمق بساطة أدائه وبديع كلماته ومشاعره الصادقة. البلاوة حوطتني والهموم سد الطريق، والديون جات ما موتتني موت يا ريته كان حقيقي. رحت أقول للناس أتايا زودوني هموم كتير، قلت لما طال بلايا اشكل الراس الكبير. يا الهي وانت جاهل يا اللي مسؤول عن عبيدك، حالت نيلة زي ماي وهو انا مصطنع ايدك. احب وطنه بصدق، واستطاع بقدرته النادرة المبدعة ان يزيل الثرى عن بريق ماساة تراث مصري اصيل، يعمق به حبه وحب وطنه معا في نفوس معجبيه الذين طالما يدعون له بالعمر المزيد.